رئيس الموساد السابق يقول إن إسرائيل اخترقت قلب إيران النووي، وتقرير يكشف خسائر طهران. البنك الدولي يعتبر الانهيار في لبنان إحدى أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر. رئيس الوزراء الليبي في فرنسا اليوم وسط تنافس أوروبي محموم وخلاف على الأولويات. العراق يعلن أول وفاة بالفطر الأسود عربياً، وخلايا الذاكرة صيحة جديدة لهزيمة كورونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث، والذي سنبدأ الملف الأول منه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بإيران، حيث قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين، قال إن بلاده تمكنت من التسلل إلى قلب إيران واخترقت أرشيفها النووي، وأيضا قوضت ثقتها بنفسها، وذلك وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. تعليقات كوهين جاءت خلال حفل وداعه مع انتهاء خمس سنوات ترأس خلالها وكالة التجسس الإسرائيلية، والتي شهدت توسعا كبيرا في الإجراءات السرية ضد إيران، وشملت اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، إضافة إلى تفجيرات غامضة في مواقع نووية حساسة. وفي الأثناء كشف تقرير سري مفصل لوكالة الطاقة الذرية عن انخفاض إنتاج إيران من الوقود النووي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك بعد الحادث التخريبي الذي تعرضت له منشأة ناتانز النووية في إبريل الماضي. صحيفة وول ستريت جورنال أوضحت أن هذا التقرير يعد أول دليل على تأثير الحادث الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ناتانز ودمر المئات من أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على تخصيب اليورانيوم. كانت إيران ردت على حادثة ناتانز بالبدء في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60% ولأول مرة، وهو مستوى قريب من مستوى صناعة الأسلحة، وتعهدت بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في الموقع. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي شلومو غانور. أهلا بك يا سيد شلومو معنا في استوديو الحدث. يعني أولا نبدأ من الجديد الذي جاء في تصريحات يوسي كوهين، خصوصا وأنها تتزامن مع ما نشرته وول ستريت جورنال عن خسائر لطهران في منشأتها النووية وانخفاض مستوى التخصيب. نتعرف منك على الجديد الذي جاء في هذه التصريحات لرئيس الموساد. الجديد هو ليس جديد، بل هو حصيلة النشاط الذي قام به كوهين خلال الخمس سنوات التي قدم فيها، وأيضا تأشيرة للمهام التي أوكلت لخلفه الجديد دافيد بارنيا، الذي سيقوم أيضا بمواصلة المهام وعلى رأسها تحديد إيران كأكبر خطر تواجهه إسرائيل، ولذلك إسرائيل ستواصل حربها الخفية ضد إيران لمنعها من الوصول وامتلاك القدرة النووية. وبالتالي سيد شلومو، ما الذي ستحمله هذه التأشيرة لخلف يوسي كوهين على رأس الموساد وعموما في سياسة إسرائيل المتعلقة بإيران ومع إدارة بايدن؟ كل الإشارات تدل على أن إيران لا تزال تواصل وبوتيرة عالية مسعيها لامتلاك القدرة النووية، وهي تقترب بخطوات حثيثة، خاصة
ليس فقط في تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، بل أيضا بإدخال وامتلاك المعدن اليورانيوم، وهو معدن حيوي في أي صناعة للقنبلة النووية. ومن هنا هذا مما يثير القلق من جهة، وأيضا يركز ويكشف النقاب عن النوايا الإيرانية بأن إيران لا تكتفي بالمشروع النووي السلمي المدني كما تدعي، بل أيضا لها مشاريع نووية حربية عسكرية. وهذا المعدن، معدن اليورانيوم، هو أكبر دليل على ذلك. زد على ذلك بأن إسرائيل عند اكتشافها وعثورها ووضع يدها على الأرشيف النووي الإيراني، كشفت أمام العالم هذا المخطط، هذه النوايا، وأيضا عن أساليب التمويل الإيرانية التي حاولت خلال السنوات ولا تزال التمويه عن نشاطها الخفي. وإذا أخذنا أيضا تحذيرات وزير رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، فحيث أثار إلى اكتشاف أثار نووية في 3 مواقع لم تعلن إيران عن وجودها أصلا. ننبه في هذا الموضوع، إسرائيل هي التي اكتشفت هذه المعالم، هي التي أحاطت علما العالم وأحاطت علما أيضا الوكالة الدولية. كل هذه الإثباتات تدل على أن إيران هي تسعى إلى الحصول على القدرة النووية، وإسرائيل تقف بالمرصاد ضد هذا الهدف. إذن كما قال يوسي كوهين، إسرائيل وصلت إلى قلب إيران، ولكن إيران ردت. هذا المستوى من إنتاج اليورانيوم المخصب والذي وصل إلى 60%، كيف تتعامل معه إسرائيل، وخصوصا أن هناك مفاوضات مستمرة في فيينا تتعلق ببرنامج إيران النووية؟ إسرائيل تمنح المساعي الدولية حق التصرف والمضي قدما على الأمل أن تتوصل إلى الاتفاق المرجو، ولكن إسرائيل أيضا حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة وأيضا من المجموعة الدولية بأنه ستكون للاتفاق النووي اتفاقات ملحقة، هذا ما وعدت به الإدارة الأمريكية، وهي تتعلق بموضوع المشروع النووي، بالمشروع الصاروخي الباليستي الإيراني، وأيضا اتفاق آخر بالنسبة للتمدد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة موضوع الإرهاب ودعم إيران للإرهاب الدولي. أي نوع من الضمانات حصلت عليها إسرائيل سيد شلومو؟ الضمانات هي لم يكشف عن تفاصيلها، ولكن من الإيضاحات التي حصلت عليها إسرائيل في بالرغم من التباين، ويجب أن نقول بأن هناك تباين في الآراء بين واشنطن والقدس بالنسبة لطريقة التعامل أصلا مع إيران وعن أهدافها وعن التوقيت وعن المراحل التنفيذ، ولكن إسرائيل تمنح الإدارة الأمريكية كل الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف، خاصة وأن الولايات المتحدة أيضا تعي الخطورة الإيرانية، تعي الخطورة في قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي ومدى انعكاس هذا الوضع على منطقة الشرق الأوسط والسلام الدولي. من هنا هذا هو الاطمئنان الإسرائيلي. علينا أن نذكر بأن إسرائيل أيضا أوضحت أكثر من مرة بصورة علنية بأنها ستتمتع وستحافظ على حرية النشاط ضد المشروع النووي الإيراني بشتى الوسائل المتاحة لها. وأعتقد بأن التبدل الذي تم في رئاسة الموساد وأيضا زيادة الوتيرة في التصعيد الإسرائيلي في الحرب الخفية ضد إيران هو سيكون بمثابة نوع من استمرار الحرب ومنع إيران من الوصول إلى هدفها وهو القدرة النووية. شكرا لك من القدس المحلل السياسي شلومو غانور، شكرا لك.
استوديو الحدث مستمر ونتابع فيه بعد الفاصل. الحرب في غزة تدفن أحلام عروسين تحت أنقاض بيت الزوجية الموجود أو الموعود. جديد إلى استوديو الحدث، والآن إلى الملف اللبناني. أعلن مسؤولون قضائيون أن لبنان تلقى تقريراً أولياً من فرنسا حول الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس العام الماضي. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، أوضح المسؤولون أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري بشأن الانفجار الذي دمر المرفأ وألحق أضراراً بالغة بالمناطق المحيطة به، لكنهم أحجموا عن الإدلاء بتفاصيل حول التقرير. وحول الوضع الاقتصادي، حذر البنك الدولي من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 3 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وفي غياب لأي أفق للحل. البنك الدولي توقع في تقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% العام الجاري. وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، يهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي وفق المؤسسة الدولية. تقرير البنك اعتبر أن استجابة السلطات لهذه التحديات كانت غير كافية بسبب غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة، في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة. يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس، وأيضاً إجراءات مواجهة كورونا. We'll be right back.
من بيروت ينضم إلينا القانوني ورئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ. أهلا بك سيد إلي معنا في استوديو الحدث. إذا نبدأ من الناحية القانونية ونستفيد من وجودك معنا فيما يتعلق بالتقرير الفرنسي، أهمية هذا التقرير في هذا التوقيت الآن، وهل ربما يكون لديك أي معلومات أو ملامح حول ما تضمنه هذا التقرير؟ دخل الفرنسي على خط انفجار مرفأ بيروت منذ اللحظة الأولى، ليس الفرنسي وحده، لكن الفرنسي لديه بعض قد يكون المعلومات المعطيات نتيجة نزوله على أرض المرفأ، وهناك معلومات تقول بأنه لديه صور من الجو التقطت يحتفظ بها في هذا الملف. لكن حقيقة هذا التقرير بعد لهلأ ما حدا بيقدر يستنبط شو ممكن يكون متضمن، لكن بالتأكيد في معلومات قيمة جدا، في تفاصيل قد تخدم التحقيق، لكن بهذا الإطار واضح بأنه المعلومات الدولية الإقليمية، المعلومات الاستقصاء يلي حصلت نتيجة وصول أكثر من فريق أوروبي وأمريكي إلى أرض المرفأ، إذا ما كان في تنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة تحديدا المحقق العدلي والضباط العدليين اللي عم يتابعوا هذه التحقيقات، بعتقد رح يصير في تضارب بمكان ما. لكن كيف؟ ما بعرف لماذا تتوقع هذا التضارب سيد إلي؟ ومن سيكشف المعلومات الموجودة في هذا التقرير الفرنسي؟ كيف ستتعاون أيضا السلطات اللبنانية مع هذا التقرير؟ سلطات التحقيق بالتأكيد. رح جاوبك على هيدا اللي حضرتك طرحتيه، بس قبل كنت عم أقول فكرة كتير مهم يعني أعلن عنها، هي أنه أغلب الظن بأنه هذا التخبيص اللي كان عم يحصل بالتحقيقات وعدم الوصول إلى أي نتائج، هون بدي أذكر الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية وعدت بخمسة أيام للكشف عن مصير هذه التحقيقات، الأمر طبعا الذي لم يحصل على الإطلاق. كنت عم أقول بأنه بعتقد بأنه التقرير الفرنسي يحمل ما يحمل فيه من معطيات ومعلومات وأسرار وخفايا، رح نقدر نستعمل هذه المعطيات إذا تم الإفراج عن هذا التقرير للدفع قدما باتجاه المطالبة أو تجديد المطالبة بإجراء تحقيق دولي. من الناحية القضائية أعتذر منك سيد إلي، تشرح يعني أمور مهمة جدا، ولكن نحاول أن نفهم في حال كشف هذه المعلومات، من المخول له بالكشف في المعلومات الموجودة في هذا التقرير من الناحية القانونية هنا؟ طالما الفرنسي دخل على الخط، ونحن بنعرف انه ارض المرفأ بالقانون تشبه ارض الـ يعني كل المرافق مثل المطار، طبعا هو سيادة لبنانية كاملة، لكن الفرنسي له ضحايا وهو معني، لانه هذا مرفق يستفيد منه كل مرافق العالم، وبالتالي هناك ترابطية فيما بين الدولة اللبنانية، المرفق اللبناني ومعظم دول العالم. هلا بعتقد الفرنسي سيكشف عن هذا التقرير قريبا او عاجلا ام اجلا، سيكشف عن هذا التقرير، بس كمان هو يعني سيكون له توقيت مناسب حول الافراج عن هذه المعلومات، لانه اذا ما قدرنا استفدنا من التقرير الفرنسي ما رح نقدر نروح باتجاه المطالبه اكثر واكثر باجراء تحقيق دولي. أعلن أمامكم اليوم بكل شفافية وبراحة ضمير إنه التحقيق حتى اللحظة لبنانيا فشل فشلا ذريعا، يكفي الإطاحة بأحد القضاة اللي كانوا مولجين بهذا الملف، وهذه إشارة فاضحة وواضحة على إنه التحقيقات المحلية لن تؤتي أي نتائج. هلأ السؤال اللي عم يطرح نفسه وكتار عم بيحاولوا يستفسروا عن مضمون التقرير الفرنسي، واضح إنه الفرنسيين مش لحالهم بالساحة، واضح انه الفرنسيين عم بنسقوا مع اكثر من فريق اوروبي حضر الى لبنان، وهون بدي اذكر انه الامريكان حضروا، الهولنديين حضروا، الالمان دخلوا على الخط، لذلك عم اقول بانه يجب ان يكون هناك تضافر قوى وتعاون دولي
حول هذه الجريمة الكبيرة. بعتقد أثبتت الدولة اللبنانية إن هي أصبحت عقيمة لن تؤتي أي نتائج. يعني الثقة الداخل اللبناني لا يثق في جهات التحقيق اللبنانية، وأيضا المسؤولين الفرنسيين يعني لا توجد هذه الثقة. وأنت تحدثت عن إبعاد المحقق العدلي، ما شهدناه خلال فترات التحقيق واستدعاء مسؤولين وتراشق واتهامات في هذه الفترة، ماذا تقصد بالتوقيت الذي ستختاره فرنسا لعرض هذا التقرير وكشف المعلومات التي توصلت إليها السلطات الفرنسية أو سلطات التحقيق الفرنسية؟ انفجار مرفأ بيروت ما فينا نحكي عنه أو نقاربه من دون ما نحكي عن الوضع اللبناني بشكل عام. لبنان اليوم يقع تحت سيطرة الاحتلال الإيراني المباشر من خلال الميليشيا المسماة حزب الله، وبالتالي كل الحراك اللي عم بيصير بالداخل اللبناني أكان على المستوى الأمني بعني في انفجار مرفأ بيروت أو على المستوى المالي والاقتصادي اللي شارف على الانهيار الكامل، بيخدنا على محل أنه لبنان يعني على قاب قوسين أو أدنى أن يعلن بأنه دولة مارقة، يعني دولة فاشلة. ليش عم أقول هيدا الكلام؟ لأقول بأنه الفرنسيين صاروا متيقنين بأنه الأجهزة اللبنانية يلي موجودة اليوم لا طائل لها، محكومة لا تحكم، ممسوكة غير ماسكة، خاصة بملف بهذا الحجم. ليش عم نقول انه ليش الفرنسي فات على الخط او الامريكي فات على الخط او اي دوله اخرى؟ لانه اي جريمه تحصل باي بلد بالعالم، لا سمح الله بدي اقول اذا وقعت هذه الجريمه مثلا بفرنسا، اكيد ما كان رح يروح لبنان او اي دوله اخرى تشارك بالتحقيقات. وهون بنرجع للسؤال الاساسي، ليش تطوعت دول مثل فرنسا وغيرها لتفوت على هذا الخط؟ لأنه بتعرف وهي متيقنة. طيب هي فاتت على هذا الخط سيد إيلي، لماذا لا تكشف؟ المؤسسات اللبنانية منهارة. إذن أمام هكذا مشهد في لبنان، لماذا لا تكشف فرنسا عن هذا التحقيق وهذا التقرير مباشرة؟ هيدا اللي كنت حضرتك سألتيني وأنا فاتني إنه جاوب على موضوع التوقيت يلي حضرتك أشرت له، إنه ليش التوقيت وشو له علاقة التوقيت. أنا عم أقول عن التوقيت لأنه برجع بقلك وضع لبنان اليوم استثنائي منه عادي، وضع شاذ. لذلك فرنسا إذا شافت بأنه تقرير على هذا الشكل مع ما يحمل من قد يكون معلومات دقيقة خطيرة توصف حقيقة ما حصل، مين اللي فوت المواد المتفجرة، مين اللي استعملها، مين اللي سحب أو شحن بعض الكميات إلى سوريا لاستعمالها ضد الأهالي هناك، هيدي كلها معلومات مطلوبة من التحقيق إنها تتوضح. لأنه مجرد عرفنا كل هذه الإجابات عن هذه الأسئلة بعتقد بنقدر نوصل لاستنتاج منطقي بالقانون وبالأمن إنه من هي الجهة التي أدخلت هذه المواد، والأخطر من هيك من هي الجهة اللبنانية التي علمت وصمتت. وهون سريعاً بجاوبك، الدولة قاطبة كلها كانت تعلم من رأس الهرم حتى آخر موظف بالدولة اللبنانية. لذلك عم نقول إنه تقرير بهذا الحجم سيطيح ويجب أن يطيح بكل التركيبة السياسية في لبنان، لأنه المتورطين حتى لو كانوا بطريقة غير مباشرة. أنا إذا مسؤول بالدولة اللبنانية أكنت رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو وزير معني أو ضابط أمني أو قاضي أمني، عرفت بهذه المواد وما عملت ولا على الأقل إشارة أو كتاب أو مراسلة لنبه من هذا الموضوع. واللي صار بلبنان بهذا الموضوع أنه الضباط الصغار تحركوا بينما القاضي الأمنيين الكبار، بينما القضاة الكبار، بينما الرؤساء الكبار لاذوا بالصمت سكتوا، وبالتالي هم شركاء أساسيين. التقرير الفرنسي بده يشير إلى هذا الموضوع السياسي، وهذا التكتم سيد إلى التقنيات حول الانفجار. طب هذا التكتم الفرنسي حتى اللحظة حول ما تضمنه هذا التقرير، هل هو مرتبط بسياسة فرنسا اللينة مع لبنان في هذه المرحلة، ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية في الجهود إلى وصول إلى حكومة في لبنان؟ أنا بدي هالمرة أقلب الآية وأنا بدي وجه لك سؤال. حضرتك يعني صحفية بارعة مراقبة وبتعرفي صرت الملعب اللبناني بالتحديد،
أنا رح أسأل سؤال من خلالك لكل الرأي العام، هل مصلحة فرنسا الكبيرة المالية الاقتصادية التجارية مع إيران يلي تقدر بمئات مليارات الدولارات تتقدم على مصلحة فرنسا مع لبنان؟ نحن علاقتنا بفرنسا علاقة معنوية، هناك هيك علاقة تاريخية ترابطية مثل اللي بحب الثاني ولكن بشكل عذري، لكن المحبة أو العلاقة بين فرنسا وإيران، معلي عم أقول هذا الكلام وأنا صديق للدولة الفرنسية، لكن عم أقول الكلام مثل ما هو وما بدنا نتخبى وراء إصبعنا. هل السؤال المطروح اليوم، هل إذا كانت إيران متورطة بانفجار مرفأ بيروت، وأصر على عبارة هل إذا كانت متورطة لأنه أنا رجل قانون ما بتهم بالمطلق، أنا بدي مستندات، هل سيفرج عن هذا التقرير المزمع الإفراج عنه؟ هل سيقول هذا التقرير بالحرفية بالوضوح بالصراحة بأنه إيران لها علاقة بهذا الموضوع؟ حتى اللحظة النظام السوري متورط حسب ما عرفنا، حتى اللحظة عرفنا أنه هؤلاء شركاء لروس للروس بروسيا، لكن بعد الحقيقة لم تصدر حتى اللحظة مطالب هذا التقرير حتى لو كان يملك هذه المعطيات وهذه المعلومات أن يفرج عنها، لأنه من حقنا 207 ضحية أهليون يعرفوا من كان وراء هذا الانفجار الكبير. طيب كلمة أخيرة سيد إلي فيما يتعلق بتحذيرات البنك الدولي، لبنان يغرق، هل هناك أي أمل أو بادرة أمل في تطورات في مسألة تشكيل الحكومة واتباع سياسات إنقاذية لإنقاذ لبنان؟ جواب فوري وسريع، أكيد لا، لأنه الطاقم الحاكم بلبنان اليوم غير مؤهل، عاجز. يعني هذا بعد اللقاءات التي حدثت بالأمس ما بين الحريري وما بين نبيه بري والتي وصفت بالإيجابية، وهذه التحركات لسرعة تشكيل الحكومة. كمان رح أقول لك أنه وصفت إيجابية إعلاميا صحفيا ترويجيا، لكن بواقع الحال بكل المعطيات والمعلومات، بردك على تصريح وبيان رؤساء الحكومات السابقين يلي عبروا عن حقيقة الوضع، الوضع سوداوي قاتم، واضح أنه الجهات كلها يعني مش قادرة تنسجم ولا تتقارب مع بعض البعض، وبالتالي نحن رايحين إلى أسوأ مما نحن عليه اليوم. وردا على تقرير البنك الدولي، مش لبنان يذهب إلى الغرق، لبنان غريقة فعلا، وهذا الكلام واقع على الأرض نحن عم نشوفه. لكن كمان بدي هيك إشارة سريعة لك، باختصار شديد، لبنان منه مثل أي بلد آخر، يعطى بسرعة يعطى فرصة واحدة بس، خلال أشهر قادر يرجع أحسن مما كان اقتصاديا وماليا. أشكرك جزيل الشكر من بيروت، القانوني ورئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ، شكرا جزيلا لك. مع انتهاء شهر رمضان يبدأ موسم الأفراح في مدينة غزة، وتستعد صالات الأفراح لاستقبال حفلات الزفاف، لكن بسبب الحرب التي دمرت مناطق ومباني تحولت الفرحة إلى غصة، ودفنت أحلام العرسان تحت أنقاض بيت الزوجية الموعود. الأفراح تتحول إلى أنقاض والأحلام إلى انكسار. الحرب في غزة فعلتها مرة أخرى وأفسدت موسم الأعراس الذي يبدأ مع عيد الفطر ويمتد لأشهر الصيف الكاملة. هبة ومهند، فرحة دفنت تحت الأنقاض، وليلة عمر لم تكتمل، وبقايا حجارة من بيت الزوجية. تهدمت العمارة هاي وتهدم بيتنا سايبي، وكل جهاز العروس راح تحت الركام، وكنا بنستنى يعني في بعد العيد مباشرة يعني إن شاء الله عشان تتم فرحتنا، بس بسبب اللي صار يعني كسرت فرحة زي ما بيحكوها. لا يزالان في مقتبل العمر وتعويض الخسارة ممكن، لكن الظروف الاقتصادية صعبة أصلاً، والحرب أثقلت على الشباب تكاليف الزواج والمعيشة. عندنا الوضع يعني سيء ومش بالساهل يعني الواحد لما بجهز وبقبل على مشروع زي هيك، فد بتفاجأ في هيك في لحظة كله بروح، فرسمها كسرت فرحة
لما تنكسر الفرحه يعني خلص الواحد ما خلص ملوش نفس في حاجه بصير. هو كان موعد الفرح بهذه الايام المفروض يصير، بس بسبب الظروف اللي صارت يعني مش حنقدر نعمل الفرح بهذه الفتره، يعني بسبب الجهاز يعني على القليل يكون نصه متوفر بعد هيك يعني لقدام. القصف والاستهداف أصابا الفرحة في عقر داره هنا في غزة، وهذه قاعة أفراح في أحد فنادق المدينة تهشمت، واستبدلت مقاعد الفرح بمقاعد فارغة مكسرة. صعب جدا، إلي 20-30 سنة وأنا بكون في الإشي هذا، وفي ثاني يطير يروح أجي ألاقيه كله ركام، صعب جدا. هذه صالة أفراح كلها راحت حوالي 500 متر، واللي جنبها قاعة اجتماعات، والفندق حوالي 40 غرفة كله تضرر بالكامل، لا يقل عن 500,000 دولار عندي خسارة. ورغم كل هذه الخسائر تبقى غصة الأم هي الخسارة الكبرى. بعد العيد مباشرة فرحها ومجهزين حالنا وإنه نفرح فيها يعني وحدانية ونستنى هالفرحة إحنا، فإجت الحرب ودمرتنا، فمش عارفة يعني الفرحة كسروها علينا وكسروا خاطر هالصبية يعني. سمح السيد الحدث. إلى ملف سد النهضة، حيث رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول نية أديس أبابا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة، وأشار إلى أن تصريحات أبي أحمد تكشف عن سوء نية إثيوبيا في تعاملها مع نهر النيل وأنهار دولية تتشارك في مياهها مع دول الجوار. من القاهرة ينضم إلينا السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. أهلا بك يا سيد صلاح معنا في استوديو الحدث. أولا نبدأ من هذه التصريحات لأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي تحدث عن بناء 100 سد في الفترة المقبلة، في أي سياق يمكن وضع هكذا تصريحات؟ هل هي فقط للاستهلاك المحلي أم أنها مشاريع حقيقية هناك نية بتنفيذها على الأرض؟ إثيوبيا لديها 39 سد، منها 13 سد على نهر النيل الأزرق. التزام إثيوبيا بناء سدود أخرى يجب أن يكون في إطار احترام المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان المبادئ لعام 2015. التصريح ببناء 100 سد أخرى يجب أن نضعه في إطار أنه إذا كانت على نهر دولي فيجب أن نلتزم، وعلى أبي أحمد أن يلتزم أيضا وإثيوبيا بالمواثيق والاتفاقات والقوانين الدولية، باعتبار أنه نهر دولي السيادة عليه سيادة مشتركة، والتعاون يجب أن يكون المبدأ الذي نلتزم به طبقا للمادة 5، 6، و7 من القانون الدولي، والمادة 5 والمادة 10 من إعلان المبادئ. أما إذا كان يتحدث عن سدود على نهر داخلي فهذا أمر طالما أنه لا يضر بأي طرف من الأطراف الأخرى فهذا أمر
لا يمكن الاعتراض عليه. ولكن هناك نقطة، ولكن اعتراض الخارجية المصرية يعني بأن هناك أو وصفت إعلان المبادئ. نعم، يعني سيد صلاح وأنت تتحدث عن احتمالية أن يكون أو أن تكون هذه السدود على أنهار داخلية. أتفضل الكلام، يعني يكون أيوة أنهار داخلية. أنا أعتقد أن هناك في، بل أجزم بأن هناك في إعلان المبادئ بعض المواد والنصوص، فضلا عن اجتماعات اللجنة التوسعية التي عقدت من قبل وتضم وزراء الخارجية والري ومدير مجلس المخابرات في الدول الثلاث، كان هناك اتفاق على ضرورة استخدام الموارد المائية بشكل عادل وبشكل منصف وبشكل تعاوني، وبذلك وهناك آليات تم تشكيلها لهذا الغرض، ولغرض أيضا إنشاء مشروعات تنموية. هذا الأمر إذا كنا نتكلم عن نهر داخلي لا يتأثر ولا يؤثر على نهر دولي للأطراف الثلاثة فهذا أمر نتركه، أما إذا كان سيؤثر وهو نهر داخلي يؤثر على نهر دولي وبالتالي تتأثر به الدول الثلاث، فعلينا هنا أن نقول أننا يجب أن نقف موقفا حازما تجاه هذا الأمر أيضا. ذكرت أكثر من مرة سيد صلاح مسألة الاتفاقات الدولية واتفاق المبادئ، وحتى الآن فيما يتعلق بسد النهضة ليس هناك هذا المستوى من التعاون ما بين إثيوبيا ودول المصب مصر والسودان، فكيف سيكون وضع هذه السدود المستقبلية؟ ولماذا برأيك كان هذا الرد السريع من الخارجية المصرية والذي اعتبرت في هذه التصريحات بسوء النية؟ لا شك أن هذه التصريحات فيها نوع من الاستفزاز، وربما في محاولة للاستهلاك المحلي واحتواء الأوضاع الداخلية في أثيوبيا، لكن يجب أن نأخذها على محمل الجد، ونحن أمام ضغوط عامل الوقت والخاص بالملء الثاني والذي سيسبب أضرارا جسيمة لكل من مصر والسودان، ويختلف ولا يتوافق تماما مع مبدا الاستخدام المنصف والعادل للمياه وللموارد المائية، فضلا عن أن معامل الأمان الخاص بالسد لا ينطبق حتى الآن عليه المعايير الدولية، وهذا يضع مصر والسودان في موقف لا خيار أمامهما سوى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يحقق المصالح للأطراف الثلاثة ويتسق مع المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، وهو أمر إن لم يتم التوصل إليه فليس هناك من خيار آخر سوى خيارات أخرى تستوجب حق الدفاع الشرعي عن الأمن المائي القومي لكل من مصر والسودان طبقا للمواثيق والقوانين الدولية. ما هو هذا الخيار يعني سيد صلاح؟ الفصل السابع في مادته 51، حق الدفاع الشرعي عن النفس، حق الدفاع الشرعي عن الوجود والحياة. حتى في ميثاق حقوق الإنسان هناك حق الحياة، فإذا هناك مخالفة ليس فقط للمواثيق والقوانين الدولية والاتفاقات ذات الصلة بموضوع السد، وإنما أيضا هناك يعني انتهاك واضح للميثاق الخاص بحقوق الإنسان عندما يكون الضرر يصل إلى حد تهديد الوجود والحياة. وهنا نعم. حياة ليست حياة البشرية فقط، وإنما نعم. الحياة البشرية والحيوانية وأيضا والبيئة والإنسان. وهنا سيد صلاح وأنت تتحدث عن عامل الوقت والملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا، يعني منذ البداية كان هناك لجوء لمصر لمجلس الأمن، ثم كان هناك تفضيل للمنظمات الإقليمية على أن يرعى أي مفاوضات هو الاتحاد الأفريقي، هناك تحركات أخيرة، ما هي التحركات المقبلة لدى مصر والسودان للوصول أو إجبار إثيوبيا على اتفاق ملزم في الفترة المقبلة؟ وماذا عن الاقتراح برباعية دولية؟ مصر والسودان تحركا على المستوى الإقليمي والدولي في إطار فض النزاع بالطرق السلمية طبقا لما ورد في القانون الدولي وطبقا لما ورد في اتفاق إعلان المبادئ في مادته 10. استنفاذ مصر والسودان لهذه الطرق والوسائل، وهي طبعا بالقطع أصبحت الآن مستنفذة، فقد رفضت أثيوبيا كافة الاقتراحات التي طرحت
سواء للوساطة أو الرعاية، سواء كان ذلك في إطار الاتحاد الأفريقي أو خارج إطار الاتحاد الأفريقي، مكتفية فقط بدور الراعي للاتحاد الأفريقي الذي لم يصل إلى أي حل أو ما يدعو إلى الأمل في حل. إذن استنفاذ هذه الوسائل والطرق يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة كما أشرت في إطار فصلها السابع ومادته 51 بحق الدفاع الشرعي عن النفس، باعتبار أن التصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع هو نوع من أنواع العدوان الذي يهدد الوجود والحياة لدولتي المصب، وأنه أيضا يخالف القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة. نحن الآن أمام مرحلة نستطيع أن نتكلم فيها بوضوح وصراحة، لسنا أمام لأن عامل الوقت كما أشرت ضاغط بشكل كبير جدا وقد يحدث الضرر الجسيم. نحن نود أن نشير في هذا الصدد إلى تدريبات حماية النيل، نسر واحد ونسر اثنين، التدريبات السودانية والمصرية المشتركة في الإطار العربي، كل هذه الأمور هي مؤشرات ودلائل. هناك حديث عن أهمية الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، هناك منظمة وليدة نشأت، منظمة المجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطية على البحر الأحمر وخليج عدن. نعم. أثيوبيا لها مصالح ويجب أن ترى أن تأخذ بالها من أن هذه المصالح ستكون محل تهديد ومحل ضياع نتيجة موقفها وتصرفاتها الأحادية التي تسبب ضررا جسيما للوجود والحياة لكل من مصر والسودان. وهنا سيد صلاح، يعني من خلال اطلاعك على التحركات الإثيوبية، كيف تلقفت إثيوبيا كل هذا التقدم في مستوى التنسيق ما بين القاهرة والخرطوم حتى هذه التمرينات العسكرية التي انتهت بالأمس حماة النيل؟ كيف تتلقف كل هذه التحركات على المستوى السياسي أو حتى العسكري وهذا التعاون المصري السوداني؟ إثيوبيا للأسف الشديد بتفكر بما يمكن نقوله وان تراك مايندد، ما زالت ترى أن نهر النيل الأزرق نهر داخلي وأن السيادة عليه سيادة منفردة، وهذا أمر غير حقيقي. إثيوبيا تفكر بالتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وأعتقد أنها لا تقدر حقيقة الموقف وحقيقة المخاطر التي ستنجم عن مثل هذا التصرف الذي لن تقبل به مصر ولن تقبل به السودان. إنها مسألة وجود وحياة، ولا يمكن لمصر والسودان وشعبي مصر والسودان أن يقبل بتصرفات أحادية وفرض أمر واقع يهدد الوجود والحياة. نحن أمام يعني ما يمكن أن نقول قتل للأبرياء، قتل لبشر، قتل للإنتاج الزراعي، تبوير أراضي، إغراق مدن، يعني تجويع، عطش، كل هذه الأمور لا يمكن القبول بها لمجرد وضحت الفكرة. تفكر بطريقة لا تحترم فيها القوانين والأوضاع الدولية. شكرا جزيلا لك. القوانين والمواثيق الدولية. أشكرك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا لك. تبدأ اليوم في إسبانيا جلسات الاستماع لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي دخل الأراضي الإسبانية باسم مستعار مستخدما وثائق سفر مزورة. سيستمع قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إلى غالي عبر تقنية الفيديو بسبب معاناته من كوفيد-19 وعدم قدرته الصحية للحضور إلى المحكمة. من جهته أعلن المغرب أن الأزمة مع إسبانيا لن تنتهي بمثول زعيم جماعة البوليساريو أمام القضاء، وقال بيان لوزارة الخارجية إن هذا الأمر ليس جوهر الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين الرباط ومدريد. البيان أضاف أن أزمة زعيم جماعة البوليساريو كشف تباطؤ إسبانيا مع خصوم المغرب للإضرار بالوحدة الترابية المغربية. من مدريد ينضم إلينا موفد الحدث ليث بزاري. أهلا بك ليث، إذن أنت تتابع يعني وقائع هذه المحاكمة وجلسة الاستماع إلى زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، التفاصيل معك ليث.
نعم إنجي، استؤنفت الساعة 10 صباحا بتوقيت مدريد، أي أقل يعني قبل أقل من ساعتين من الآن، الجلسات أو جلسات الاستماع لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي يبلغ من العمر 72 عاما بحضور محامي غالي إيمانويل أوليسيسي، وتستمع المحكمة الإسبانية بإدارة القاضي الإسباني سانتياغو بيدراس في أولى جلساتها لأقوال غالي بشأن عدة جرائم منسوبة إليه والتي تطارده في القضاء الإسباني من ضحايا رفعوا دعاوى في قضيتين إنجي، الأولى تقدم بها فاضل بريكا المنشق عن البوليساريو والحامل الجنسية الإسبانية بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف، والثانية تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إسبانيا طبعا هون بتهم ارتكاب إبادة جماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني، ولم يأمر القاضي المسؤول عن القضية غالي بتنفيذ أي من الإجراءات المشددة ضد غالي، بل صرح هذا القاضي طبعا سانتياغو بيتريز لصحيفة بنتي منوتوس الإسبانية أن احتجاز زعيم جبهة البوليساريو مفرطا ومبالغ فيه بموضوع ارتكاب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، كما انتقد وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه بيكيه بلاده عقب قرارها استقبال إبراهيم غالي سرا وبهوية مزيفة، وقال أن هذه الخطوة كانت بلا شك خطأ يتعين تصحيحه في أسرع وقت ممكن. يجب التذكير إنجي أن إسبانيا يوجد فصل تام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالقضاء هون في إسبانيا مستقل بشكل كامل، يعني المواقف العدائية لإسبانيا ما زالت مستمرة، وهناك خصوصا بما يتعلق بقضية الصحراء، ويعني قالت الخارجية المغربية أن الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولا تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام وتبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه طبعا اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا، هذا ما قالت الخارجية المغربية. أما الخارجية الإسبانية هنا في مدريد فالتصعيد مستمر، إذ قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن تصرفات المغرب خلال الأزمة الحدودية قبل أسبوعين في السوتا وميليا عندما عبر آلاف الآمنين في الهجرة إلى هذه المنطقة هي تحت يعني وهي منطقة طبعا تحت الإدارة الإسبانية تعتبرها الرباط من الأراضي، طبعا هي كانت أصلا أراضي مغربية، وقال الوزير يوم الاثنين أمس أنه من غير المقبول أن تهاجم إحدى الحكومات الحدود بسبب خلاف في السياسة الخارجية، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونساليس ليا أن غالي سيغادر إسبانيا عقب خروجه من دائرة الخطر جراء كورونا، واتهمت مدريد الرباط بابتزاز إسبانيا واستغلال الأطفال عبر السماح للمهاجرين غير النظاميين بالتدفق على سبتة، وردت الرباط بأنها ليست حارس حدود إسبانيا. إذن نحن أمام يعني قضاء مستقل كما تقول ليث يستمع أو يباشر نعم. هذه المحاكمة، وأمام تصعيد دبلوماسي وسياسي ما بين الرباط ومدريد، ولكن فيما يتعلق بالعودة إلى المحاكمة وهناك تساؤلات كثيرة حول كيفية دخول إبراهيم غالي أصلا إلى إسبانيا، ما الذي يدور حول هذه المسألة ليث؟ يعني دخول غالي إلى الأراضي الإسبانية إنجي باسم مستعار تحت اسم محمد بن تبوش مستخدما وثائق سفر مزورة، ولم يحضر غالي إلى هذه المحكمة اللي بنشوفها خلفي بسبب معاناته من إصابة فيروس كورونا، يعني صرح بعض قادة جبهة البوليساريو أنه لا يوجد أي سبب مقنع لمثول زعيمها أمام القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء، كما أكد محامي طبعا إبراهيم غالي أنه سيتم الاستماع إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى الذي قد يكون يعالج فيه في مدينة لوغ رونيو شمال إسبانيا، وقد حاول طبعا إبراهيم غالي الاتصال بالسفارة الجزائرية في مدريد، ولكن حتى هذه اللحظة نحن ننتظر، يعني صار تقريبا ساعتين الجلسة مقامة خلفي في هذه المنطقة في هذه الأودينسا ناسيونال أو المحكمة، ولكن ننتظر خروج محامي غالي، نعتقد أنه سوف يتكلم إلى الصحافة وسوف يصرح بما حدث على الأقل داخل هذه القاعة التي نشاهد خلفي. طيب أنت تحدثت عن التهم الموجهة لإبراهيم غالي وقلت أن هناك تشكيك في حجم هذه التهم خصوصا الإبادة الجماعية، هل من دلائل بالفعل قدمت بحسب معلوماتك للمحكمة تؤكد على هذا التورط في هكذا جرائم كبيرة؟
هذا ما سنعرفه بعد قليل، ولكن هذه القضية إنجي أدت يعني إلى توتر العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول غالي إلى ترابها، يعني تلك الخطوة التي بررتها مدريد بدواع إنسانية، إلا أن الرباط اعتبرتها خطوة غير لائقة من قبل يعني شريك استراتيجي، وهنا أتكلم عن إسبانيا والتي تفاقمت مع دخول عدد يتراوح من 8000 إلى 10000 نعم. مهاجر غير شرعي لسبتة الواقعة في شمال إفريقيا، وكانت الرباط استدعت نعم. أعتذر منك ولكن الوقت قبل أيام، وبالتالي سنعود إليك لمتابعة ما جاء في هذه المحاكمة خلال الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة موفد الحدث ليث بزاري، شكرا لك. من إسطنبول ينضم لنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صلحة. أهلا بك دكتور سمير. إذن هذا الموضوع الشائك المتعلق بهذه المحاكمة والاتهامات الموجهة لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، نريد أن نتعرف منك من الناحية القانونية على إجراءات هذه المحاكمة وأيضا انعكاسها على المستوى السياسي ما بين الدولتين المغرب وإسبانيا. صحيح، يعني دعيني أقول لك أولا أنني أتفق معك أنه هذا الملف شائك ومعقد في أكثر من شق قانوني تقني سياسي وربما دبلوماسي في المرحلة المقبلة. لا نعرف الكثير بعد من الناحية القانونية حول الهوية التي دخل بها إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية. في معلومات نعم تقول أنه دخل بجواز دبلوماسي جزائري، هذه نقطة ستحتاج إلى تدقيق ومتابعة برأيي، نقطة أولى، لأنه هذه أيضا ستنعكس على المحاكمات فيما بين. نقطة ثانية في غاية الأهمية، من الذي ذهب بمنحة مطالبة بالتحقيق معه وذهب بمنحة فتح هذا الملف وهذه القضية؟ الصفة القانونية للأشخاص الذين طالبوا الآن بمحاكمته، يقال أيضا أنه بينهم مواطن إسباني من أصل جزائري، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة ربما تعطي الحق باتجاه إقامة دعوة من هذا النوع. نقاط كثيرة لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. من الناحية التقنية، ما الذي يحمله ملف الدعوة؟ يعني هل هناك محاكمة لشخص إبراهيم غالي أم محاكمة لجبهة البوليساريو من خلال محاكمة إبراهيم غالي؟ إذن أكثر من سؤال برأيي. يعني هو الدخول بجواز سفر مزور دكتور سمير أليس تهمة بحد ذاته؟ يعني كيف دخل إلى الأراضي الإسبانية؟ نعم تماما أتفق معك، لكن هذا سيفصل بين الملفات. الآن هل المحاكمة ستتم على أساس دخوله بجواز سفر مزور أم لا؟ هذه نقطة أولى، لكن الأهم أنه طلب المحاكمة مرتبط بتهم مباشرة بارتكاب جرائم وأعمال قتل مباشرة، وهذا يعني بشكل أو بآخر أن الذي سيحاكم هو جبهة البوليساريو قبل أن يكون إبراهيم غالي بشخصه. لذلك أنا أقول لك مرة أخرى أنه هذه المحاكمة الآن قد تبدأ في إسبانيا نعم، لكنها قد تنتهي في محكمة الجنايات الدولية احتمال. لماذا؟ لأن إسبانيا عندها صلاحيات ضيقة ومحددة في الذهاب وراء الملف. هذه نقطة أيضا تحتاج إلى رصد ومتابعة برأيي. إذن يعني يطول الحديث حول هذا الموضوع، لكن وقت الساعة الأولى من استوديو الحدث انتهى. أشكرك جزيل الشكر من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا العاجل، قبل قليل برلين ستستضيف جلسة للسلام الليبي
في هذا الشهر يوم 23، وبالتالي هذا الموضوع متعلق بهذه الحالة من التنافس الأوروبي في مع الملف الليبي، سنناقشها في الساعة الثانية من استوديو الحدث. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه الهجمات من حيث التوقيت ومن الجهة التي ممكن أن تتبناها؟ إيران مصرة على أن يكون العراق حلبة للصراع. هذه الصواريخ ابتداء هي صواريخ عددية، هي تحاول أن تخلط الأوراق. ماذا تكرار انتهاك السيادة العراقية؟ أي لغة لدى الرجل كي يستخدمها مع القوات الأمريكية؟ هل سيستطيع الكاظمي مواجهة هذه الميليشيات التي تصر على السيناريو الأفغاني مثلا؟ أنا أعتقد الأتراك والإيرانيين يبحثون عن مجالات حيوية أو في العراق. كم هي المسافة التي دخلت إليها القوات التركية الآن على الأرض؟ كل المعلومات الأمنية تتحدث عن انفجار الخزان الرئيسي داخل المستشفى. الكارثة حلت، هذا يفتح الكثير من الأوراق عن الفساد الذي لم يستثني حال المشافي في العراق. ما زالت التحقيقات مستمرة. هل هناك ترجيحات بأن تكون شبهة جنائية خلف هذا الحادث؟ بماذا كان يخيف لقمان سليم بكلماته حتى يلقى هذا المصير؟ حكم المحكمة الذي أثبت إدانة دبلوماسي إيراني. جلسة التصويت الحاسمة بدأت بانتظار حسم هذه النتيجة ما بين كل القوائم. هذا الموقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. إيران عملياً كثفت إدخال الصواريخ والعتاد. مجموعة كبيرة من الإعلاميين الكتاب والباحثين شاركوا، يعني سنحاول الاقتراب. هذا الاجتماع أولاً سيكون على مستوى رفيع. أقصى عقوبة بموجب قانون الإرهاب هنا في بلجيكا. تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، ماذا سيغير في الصورة؟ إصابة بيروت، كيف بدي أبكي؟ أهلي بالمستشفى، ما أعرف وين أي مستشفى. طبعاً لا تزال أثر الانفجار واضحة هنا. ما هي الفرضيات الأقرب إلى الحقيقة الآن؟ هل يعقل 6 سنوات وهذه المواد موجودة في منطقة حيوية ولا يعرف من وراءها؟ سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. أوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، وأن يتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق المسؤولين.
رئيس الموساد السابق يقول إن إسرائيل اخترقت قلب إيران النووية، وتقرير يكشف خسائر طهران. البنك الدولي يعتبر الانهيار في لبنان إحدى أسوأ 3 أزمات عالمية منذ القرن 19. رئيس الوزراء الليبي في فرنسا اليوم وسط تنافس أوروبي محموم وخلاف على الأولويات. العراق يعلن أول وفاة بالفطر الأسود عربياً، وخلايا الذاكرة صيحة جديدة لهزيمة كورونا. نحييكم مشاهدينا من جديد في الساعة الثانية من استوديو الحدث، والتي سنبدأها من الملف اليمني. حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، حذر اليمنيين من معسكرات ميليشيا الحوثي الصيفية في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، وصفا ذلك بالأمر أو بالمخطط الخطير، وأشار إلى أن الميليشيا تهدف إلى غسل عقول مئات الآلاف من الأطفال وتحويلهم إلى قنابل موقوتة وأدوات للقتل ونشر العنف والفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة والعالم، وأيضا صناعة جيل جديد من الإرهابيين والمتطرفين. كما ناشد وزير الإعلام كل أب وأم بالحفاظ على أبنائهم، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات اغتيال الطفولة في اليمن. وبالموازاة، القيادي الحوثي حسين العزي كشف أن المراكز الصيفية هذا العام ستستوعب ما لا يقل عن 400 ألف إلى 500 ألف طالب. وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك سماح الحكومة الشرعية بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة، وذلك رغم استمرار خروقات الحوثيين. وفي تغريدة عبر تويتر، قال بن مبارك إنه على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجدداً لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي. ينضم إلينا من الرياض فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام والثقافة اليمنية. أهلا بك سيد فيصل معنا. يعني فقط للتذكير، كنا بالأمس نناقش هذه التقارير المختلفة من نقابة المعلمين وحتى المركز الأمريكي للعدالة حول هذا الكم والآلاف من الانتهاكات بحق المعلمين وحرمان أكثر من مليوني طالب يمني من التعليم. اليوم حين نتحدث عن معسكرات صيفية لميليشيا الحوثي للأطفال، ما الذي يحدث داخل هذه المعسكرات سيد فيصل؟ أولا مساء الخير عليك وعلى زملائك الكرام. أهلا بك. ومشاهدي الحدث، حقيقة طبعا المعسكرات هذه للتعبئة الخاطئة، يعني لا ليس فيها ما يفيد الطفولة أو ما يفيد العقل من قريب ولا من بعيد. هم يعلمونهم خزعبلات بأنه الإسلام أغتيل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن علي لم يصبح خليفة، وبأن فاطمة أغتيلت وليس لها قبر معروف، وبأن الحسين أغتيل، وبأنكم يجب أن تأخذوا بالثار لهؤلاء، حتى يعني يحرضون الأطفال ضد آبائهم وأمهاتهم. نحن في اليمن سواء كنا شافعية أو حتى زيدية لم يكن لهذه الأفكار أي رواج لا من قريب ولا من بعيد، سواء في أوساط الطفولة أو في أوساط الكبار، لكن هذا جاءنا من يغير ويعتدي على القيم الدينية وعلى قيم الطفولة وعلى قيم المجتمع بشكل عام، ويدخل علينا الأفكار الصفوية الإيرانية التي ليست من الإسلام في شيء، بل هي خليط من المجوسية والزرادشتية ولا ندري ما هي من أفكار، ويغلفها باسم آل البيت وبأنه يجب أن تكونوا أنتم جند آل البيت. وبهذا الأخ الوزير حذر من أن هؤلاء الأطفال سيكونون قنابل موقوتة
ونحن نتحدث عن 500,000 طفل وليس عدد بسيط، عدد مهول. لكن حقيقة نحن نراهن على وعي الآباء والأمهات الذين أضرب كثيرا منهم أو امتنع كثيرا منهم من إلحاق أبنائه بهذه المعسكرات، أو الآخرين الذين يحاولون. يعني كيف يتم إغراء الأهالي بإرسال أطفالهم إلى معسكرات، هذه المعسكرات الصيفية، وماذا في حال امتنعوا عن تنفيذ ذلك؟ والآن يعني عذرا أقاطعك بهذا العاجل، يعني Human Rights Watch تتحدث أيضا في سياق آخر عن منع ميليشيا الحوثي من إدخال التطعيمات ضد كوفيد 19 إلى مناطق سيطرتها. إذن ميليشيات الحوثي بحسب Human Rights Watch تمنع دخول التطعيمات الخاصة بكوفيد 19 إلى مناطق سيطرتها. بالعودة إلى السؤال سيد فيصل المتعلق بالأهالي، ماذا يفعلون إزاء كل هذا الإجبار للأطفال داخل المدارس أو حتى في هذه المعسكرات؟ طبعا هم ربطوا، يعني هم يربطون التحاق الأبناء بالمعسكرات بمسألة قبولهم في المدارس في العام الدراسي القادم، ويحاولوا يهددوا الأهالي بأنه سيتم حرمانهم من الالتحاق بالمدارس بشكل عام، وأيضا يبتزون الأهالي، يعني الأسر الفقيرة جدا يحاولوا إغراءهم ببعض السلال الغذائية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليهم مقابل السماح بإلحاق أبنائهم بهذه المعسكرات. لكن كما قلت، الأسرة تحاول تحصن أبنائها، من يستطيعون الامتناع عن حضور هذه المعسكرات يمتنعون، ومن لم يستطيعوا يحاولوا يعني يفهموا أبنائهم أو يستوعبوا ما الذي يتلقونه في هذه المعسكرات، ويصوبون لهم الأخطاء التي يعبأون بها بما يتعلق هذا دور المنزل ودور الأسرة. يعني هذا الطفل المحاصر بمعسكرات صيفية ومناهج تعتمد على الطائفية والعنصرية وداخل المدارس أيضا هذا الفكر، هل هذا كافي أيضا سيد فيصل؟ أنتم كحكومة شرعية ماذا تفعلون للوصول إلى هذه الأسر وهؤلاء الأطفال، الألاف من الأطفال، لعدم وقوعهم في هذا الأمر، هذه المشكلة الكبيرة في اليمن؟ طبعا الحكومة الشرعية كل يعني كل الأجهزة أو كل الوسائل التي توصل فكرة الحكومة إلى المواطن أو فكرة الحكومة أو رسالة الحكومة إلى المواطن مستخدمة. ولدينا أيضا، يعني لا نريد أن نكشف، لدينا من يعملون في الداخل في يعني في تحصين الأسر وتوعيتها وفي مواجهة مخططات الحوثي. ولكن يعني الحوثي يستغل تمترسه بالمواطنين واستخدام القوة لإجبارهم على القيام بأعمال لا يرتضونها ولا يرغبون بها على الإطلاق. نعم. طيب، فيما يتعلق بالأوضاع الصحية في اليمن ومنذ بدء جائحة كوفيد 19، هل تؤكد سيد فيصل ما جاء في هذا العاجل بحسب Human Rights Watch بأن الحوثيون أو الحوثيين يمنعون دخول التطعيمات ضد كوفيد 19 إلى مناطق سيطرتهم؟ نعم، يعني حاولت منظمة الصحة العالمية والحكومة بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، ورفض الحوثيين دخول أي تطعيمات إلى مناطقهم، حتى أن وزارة الصحة أرسلت كمية من التطعيمات على الأقل لتطعيم العاملين الصحيين أو المباشرين الصحيين الذين يتعاملون مع المرضى، ورفضت ميليشيا الحوثي السماح بدخول هذه. ما مبررات يعني الميليشيا الحوثية في هذا الأمر؟ هي ترفض الاعتراف بوجود كوفيد 19 في مناطقها رغم وجود وفيات، وهم ينسبونها لأمراض أخرى أو لأسباب أخرى. نعم، أشكرك. يعني لا، طبعا فيما يتعلق بالتعليقا على خبر أيضا تغريدة وزير الخارجية، أريد أن أؤكد بأن الحكومة الشرعية منذ بداية الحرب قبل 7 سنوات من الآن تقريبا لم يفرض أي حصار لا على المشتقات النفطية ولا على المواد الغذائية. كان التفتيش الذي تقوم به قوة التحالف العربي هو تفتيش عن الأسلحة فقط، أما بقية السلع التي هي لحاجة المواطن لم تخضع لأي منع على الإطلاق. هناك إجراءات واستمارات تعبأ وتدخل، بينما تستغل الحوثيين العائدة الجمركية لتمويل حربها ضد المواطن اليمني.
أشكرك جزيل الشكر من الرياض فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام والثقافة اليمنية، شكرا جزيلا لك. وميدانيا يواصل الجيش اليمني تقدمه في جبهة مأرب، حيث تمكن من تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة، ما دفع ميليشيات الحوثي إلى التراجع. أبطال الجيش والمقاومة في جبهة الكسارة يتقدمون في مواقع الإباء والصمود. هذا من فوقهم فوقهم يا رجال، الله أكبر الحمد، الله أكبر. شرد شرد عدو، والله شرد. هؤلاء هم الحوثي الكفار، من ضربات الجيش الوطني، مدفعية الجيش الوطني يفرون من المعركة، قوه قوه قوه. ضربات مدفعيات الجيش الوطني، وهذه الضربة الثانية لمدفعية الجيش الوطني على مواقع الحوثي المجوس. الله أكبر، ضربة موفقة. تستمر أزمة المحروقات في لبنان، حيث ما زال اللبنانيون يقفون في الطوابير لساعات أمام محطات الوقود بانتظار الحصول على القليل من الوقود. هذه الطوابير أطلق عليها اللبنانيون طوابير الذل، هذا فيما قامت إحدى فرق الدبكة اللبنانية بتأدية استعراض راقص على إحدى الأغاني الوطنية، وذلك في محاولة للترويح عن الأهالي المنتظرين أمام المحطات، إلا أن هذا الأمر لاقى انتقاداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى سوريا أم الاحتكار من قبل التجار أو حتى غياب الاعتمادات المالية، لكن كلها أوصلت اللبنانيين للوقوف فيما أسموه طوابير الذل. بالطبع غضب عارم انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي، كون انتظار المواطنين يمتد لساعات لتعبئة سياراتهم فقط بمبلغ زهيد وهو 20,000 ليرة لبنانية، وهي كمية قليلة جدا من الوقود. سأبدأ بما كتبه مروان، حيث قال: كنت قد عاهدت نفسي أن أقاطع طوابير الذل مهما كانت السلعة التي أريدها، ولكني الآن في طابور طويل للسيارات في محطة البنزين، أشعر بالذل والإهانة في الصميم، شعور لا يوصف. محسن أيضا قال: في طريق الآن من طرابلس إلى بيروت، طوابير الذل أمام محطات المحروقات تصل إلى عشرات الأمتار. ما بعرف إذا محرز بقى التعليق على هكذا مشهد يومي صار اعتياديا. لبنان اليوم يقف في طوابير الذل والعار بانتظار التغيير الحقيقي في صناديق الاقتراع، وهذا رأي جيمي. أيضا مغرد آخر طرح سؤال افتراضي وقال: حدا يحط فرد براسك ويقول لك عدد لي إنجازات العهد الحالي أو بقتلك. أجاب هذا المغرد: شو بيكون جوابك؟ كهرباء ما فيه، ارتفاع البطالة، هجرة الأدمغة، طوابير الذل
وتوتر العلاقات اللبنانية مع معظم الدول المؤثرة في المنطقة. هذا المغرد مازن قال: يا محلى الطابور الخامس طوابير الذل. وما زاد الطين بلة هو قيام أحد فرق الرقص بتقديم وصلة دبكة أمام إحدى محطات الوقود، ما أثار غضب اللبنانيين أكثر. ما بعرف ما كان الهدف من هذا الفيديو، هل هو للترويح عن النفس أم شيء آخر. فلاريسا كتبت: صراحة الموسيقى والورود لن تخفف من وطأة الأزمة ومعاناة اللبنانيين اليومية، فكرة مش موفقة برأيي. طوابير الذل. وأيضا مع آخر مغردة كتبت: البعض يبرر ويجد تسمية جميلة لطوابير الذل ويعتبرها حضارة، البعض يرى كرامته في الوقوف مذلولاً يستجدي حقه في وطن مسخ يقف حكامه متفرجين متواطئين. مشاهدينا، كل يوم نحاول أنه نعكس أكثر حقيقة ما يجري في لبنان. شكراً لكم. مشاهدينا، استوديو الحدث مستمر ونتابع فيه بعد الفاصل. مدعية الجنائية الدولية تزور اليوم وسط دارفور بالسودان. صور، أرقام وأخبار في يومك. كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. أحييكم من جديد إلى استوديو الحدث. في الملف الليبي، يبدأ رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة زيارة رسمية إلى فرنسا لإجراء مباحثات مع رئيسها إيمانويل ماكرون بهدف تعزيز التعاون، وخاصة ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. تأتي زيارة دبيبة بعد يوم على زيارة مماثلة إلى إيطاليا، حيث التقى نظيره واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية والطاقة والبنى التحتية. لكن مراقبون اعتبروا أن هذه اللقاءات تعكس حالة التنافس بين روما وباريس على تعزيز علاقتهما مع السلطة الجديدة، كما تندرج في إطار محاولة الأوروبيين توحيد موقفهم إزاء الملف الليبي والذي تختلف عليه دول الاتحاد على ترتيب أولوياتها بشأنه.
في هذه الأثناء أعلنت الخارجية الألمانية أن برلين تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 من شهر يونيو الجاري. من موسكو الكاتب والناشط السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، أهلا بك سيد أحمد معنا في استوديو الحدث. إذن التنافس الأوروبي وخصوصا ما بين روما وباريس ليس بجديد في الملف الليبي، ولكن كيف يترجم هذا التنافس اليوم مع السلطة الجديدة الليبية؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذة أنجي وللسادة المشاهدين الكرام. يجب أن نذكر أن التنافس بين روما وباريس في الماضي سبب حالة فراغ استغلتها تركيا وإيطاليا وعززوا نفوذهم في ليبيا، ما استدعى تدخل واشنطن وفرض اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية، ومن ثم فرض العملية السياسية من خلال مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز وبدعم كبير من السيد ريتشارد نولاند السفير الأمريكي في ليبيا. عموما الآن وطفوح التنافس ما بين روما وباريس مجددا هو أمر منطقي بسبب استنادا إلى مبدأ تعارض المصالح بين هذه البلدين، ولكن أعتقد أن ألمانيا تلعب دور كبير في تقريب وجهات النظر بين باريس وإيطاليا، وأعتقد أن زيارة السيد عبد الحميد دبيبة مع الوفد الوزاري الكبير الذي زار إيطاليا ويزور فرنسا الآن هو إعداد لمؤتمر برلين 2 في وقت لاحق من هذا الشهر. إيطاليا تنظر إلى ليبيا أن هي الشريك التقليدي لليبيا، وفبالتالي ترى أن لها الحق في الأولوية في الحصول على مزايا وامتيازات في ملف إعادة الإعمار وخصوصا ملف الطاقة، وتنظر بريبة إلى ملف الهجرة الغير الشرعية ويشكل قلق على الداخل الإيطالي. فرنسا تنظر إلى التواجد الأجنبي في ليبيا على محمل الجد، خصوصا وأن المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودين في ليبيا يستخدمون ليبيا كنقطة انطلاق إلى دول. وكيف ستتعامل فرنسا سيد أحمد مع هذه الازدواجية داخل حكومة الدبيبة من مسألة الوجود الأجنبي وخصوصا الوجود التركي داخل ليبيا؟ نعم، أخشى ما أخشاه على الصعيد الشخصي أن تكون لدى فرنسا نفس الرؤية الموجودة لدى باقي دول حلف الناتو، بحيث أن ينظرون إلى تركيا لا تشكل تهديد على مصالح حلف الناتو باعتبار أن العقيدة العسكرية للجيش التركي هي العقيدة العسكرية لحلف الناتو. الجيش التركي ملتزم بحماية حدود حلف شمال الأطلسي، ملتزم بحماية مصالح حلف شمال الأطلسي، ولكن فرنسا تنظر بقلق باتجاه القوات التركية في ليبيا لأن تركيا لديها طموح في منافسة فرنسا في مناطق نفوذها في دول أفريقيا ودول الساحل الأفريقي، وربما هناك تقارب وجهات النظر بين تركيا وروسيا خصوصا في هذا الملف. هذا التباين في المواقف خرجت. نعم عذرا سيد أحمد، ولكن هذا التباين في المواقف الأوروبية وخصوصا ما بين باريس وروما في الفترة الماضية والذي خلق هذا الفراغ الذي استغلته تركيا، هل اليوم هناك تقارب في هذه المواقف حتى يتغير المشهد ويستمر هذا التنافس الأوروبي أيضا؟ نعم سيدتي، هذا التقارب بدأ من مؤتمر برلين الأول، وكما ذكرت ألمانيا حققت اختراق كبير في تقريب وجهات النظر بين إيطاليا وفرنسا وعدة دول أخرى، ولكن هذا الموقف تعزز بقرارات دولية، بقرارات صادرة من مجلس الأمن وخصوصا قرار 25/10 والقرار 25/70 والقرار 75/75/71. نعم ليبيا الآن تشهد
تشهد استقرار حذر وتشهد عملية سلام هشة. لكي تستمر هذه العملية يجب أن المجتمع الدولي أو بالأحرى الإدارة الأمريكية حددت الأولويات في ليبيا، وعلى جميع الدول الأوروبية وحلفاء أمريكا أن يسيروا في اتجاه نفس الاتجاه الذي رسمته أمريكا. الخروج المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا هو الأولوية الآن. بخصوص أعتقد أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا لديهم انسجام واضح مع واشنطن في هذا الملف، ويعتبر هذه وتم تحديد الأولوية هذه. نعم، أشكرك جزيل الشكر. نعم، يعني أطول الحديث ولكن الوقت انتهى. كنت معنا من موسكو الكاتب والناشط السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، وفي تحذير جديد للحكومة الانتقالية السودانية، اعتبرت مبادرة قدمها 700 أستاذ جامعي، اعتبرت أن الحكومة تواجه 5 تحديات أساسية، منها الفساد الإداري وضعف سيادة حكم القانون وانعدام الاستقرار السياسي، إضافة إلى ضعف فعالية الحكومة وتنظيمها الرقابي، كلها مؤشرات خطيرة انعكست على الوضع الاقتصادي وأشاعت الإحباط وفق المبادرة. مؤشر سيادة القانون طبعا بيتمثل في تكرار التدخلات في تعديلات الوثيقة الدستورية وتغيير يعني بعض الفقرات وعدم استكمال مطلوباتها. ومطلوبات الوثيقة الدستورية معروفة أنها هي إنشاء المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي ومجلس القضاء العالي، دي كلها مطلوبات أساسية في لاستكمال سيادة القانون. المجتمع كله وصل مرحلة إلى، وده ما دايرينه نحن، they felt يعني hopeless في الوضع الحالي بتاع البلد ومحبطين جدا، لكن ينبغي أن لا يحبط الجميع، وإنما يجب علينا أن يعني نستعيد قوتنا من جديد ونشتغل وفق رؤية علمية ورؤية يعني تقدر تقدم البلد لقدام. من الخرطوم ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي عادل سيد أحمد. أهلا بك أستاذ عادل معنا في استوديو الحدث. إلى أي مدى ما جاء في هذه المبادرة دقيق، خصوصا مع تأخر تنفيذ ما جاء في المصفوفة الزمنية والتي تتعلق بمجلس تشريعي وما إلى ذلك من إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات في السودان؟ نعم، في البداية يعني أنا أريد أن أعلق بشكل عام حول أن أي مبادرة للإصلاح هي مبادرة مطلوبة وتصب في خط تحقيق مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. لذلك جاءت مبادرة الأساتذة الجامعيين في ذات الاتجاه، وهي مبادرة تهدف إلى سد الثغرات ومعالجة الإخفاقات التي صاحبت وتصاحب فترة الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك. ولكن جدير بالقول أن نشير إلى أن خراب 30 عاما ليس من المعقول ولا من المنطق أن تتم المعالجات لهذا الخراب، ليس في يوم وليلة بالتأكيد سيد عادل قليلة يعني هذا الآن. يعني أعتذر، ولكن هنا يعني فساد إداري وغياب يعني المنظمات الرقابية وأيضا حتى عدم وجود مجلس تشريعي حتى الآن، كل ذلك صحيح يؤثر على أجواء الاقتصاد والاستثمار في السودان. نعم، ما الذي تم حتى ولو خطوات مبدئية حتى الآن؟ ما في شك إنه غياب هذه الأجهزة، هي الأجهزة دي في الأساس هي أجهزة رغابة وأجهزة تشريع، ولعل الإشارة للفساد الإداري والمالي والاقتصادي وغيره هو من مخلفات وتركة ثقيلة تركها النظام المباد. هذا لا يحفي بالطبع الحكومة الجديدة من التقاعس والضعف، لذلك استكمال حلقات وأجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية أنا أفتكر ألقت، غياب هذه الأجهزة ألقى بظلال سالبة على الوضع بشكل عام. ولكن أنا حقيقة أردت أن أقول لك إن التركة الثقيلة التي تركها النظام الماضي هي التي يعني بجانب طبعا إخفاقات من الحكومة الحالية
هذه التركة الثقيلة تلعب دورا كبيرا جدا في الوضع الاقتصادي المأزوم الذي يعيشه السودان. السودان كان به أكبر مشروع زراعي في أفريقيا وهو مشروع الجزيرة الذي تأسس عام 1925. كان هذا المشروع يساهم ب 65% من إنتاج الذرة والقطن والقمح وما إلى ذلك. هذا المشروع تكسر وتدمر تماما في 30 عاما الماضية. طبعا دي ما غير هي ليست مبررات، ولكن كان المرتجى من حكومة الثورة أن توقف النزيف. ما الذي يعطل النظام الماضي؟ ما الذي يعطل سيد أحمد حكومة عبد الله حمدوك من اتخاذ هذه القرارات، خصوصا وأن هناك بعض الإجراءات الإصلاحية اتخذت في الفترة الماضية وإجراءات قاسية على المواطن السوداني؟ غياب الأجهزة وغياب المؤسسات التي أشارت إليها مذكرة الأساتذة، أنا بعتقد أنه ده سبب كبير وسبب أساسي. غياب الجهاز الرغابي والجهاز التشريعي الذي يراغب ويضع قوانين للدفع بالتنمية للأمام، هذا الغياب ألغى بظلال سالبة ومزعجة في سبيل الإصلاح الاقتصادي في البلاد. نعم، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من الخرطوم الإعلامي والمحلل السياسي عادل سيد أحمد، شكرا جزيلا لك. مرحبا. وفي السودان أيضا من المرتقب أن تزور مدعية المحكمة الجنائية الدولية اليوم مدينة زالانجي بولاية وسط دارفور في ثالث محطات زياراتها للإقليم، ووقفت أمس على الوضع في معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور واستمعت لعدد من الضحايا، كما التقت بوالي الولاية وممثلي الأجهزة العدلية في اجتماع أكدت خلاله أن زيارتها ليس بغرض التحقيق بل لقاء الضحايا والاستماع لهم. نتابع في استوديو الحدث بعد الفاصل. Well, I think absurd is exactly the right word. The idea that the Crown Prince would hack Jeff Bezos's phone is absolutely silly. ما جديد قصة بيزوس وفضائح الصور الإباحية؟ ولماذا أقحم السعودية فيها؟ أحييكم من جديد. والآن إلى تطورات جائحة كورونا وتحديداً في العراق،
حيث سجل العراق أول حالة وفاة بالفطر الأسود في مدينة الناصرية بحسب ما أكدت مديرية صحة محافظة ذكار جنوب البلاد. وقال مدير عام صحة ذكار إن المتوفي بالفطر الأسود تم اكتشافه حالته عن طريق الصدفة أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كوفيد-19. يشار إلى أن الفطر الأسود هو عدوى نادرة جداً تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كوفيد-19. وإلى أخبار إيجابية، حيث علماء أمريكيون نشروا دراسة جديدة تبين كيفية تأثير تعرض الجهاز المناعي السابق لفيروسات المسببة للبرد على الاستجابة المناعية لكوفيد-19. وبحسب الدراسة فإن العلماء اكتشفوا جسماً مضاداً لفيروسات كورونا والمسببة للنزلات البرد تم تفعيله أثناء الإصابة بعدوى كوفيد، وستساعد النتائج بحسب العلماء إلى السعي للحصول على لقاح أو علاج بالأجسام المضادة يعمل ضد معظم أو جميع فيروسات كورونا. لمعرفة المزيد حول هذه الدراسة والتي توصل إليها العلماء من خلال خلايا الذاكرة، توني مزرعاني مساء الخير، نفهم منك ما هذه الدراسة الجديدة. يعني بالفعل هي دراسة مبشرة إنجي، ويبدو أنها على الطريق، يعني ستولد قريبا. إذا كيف توصل العلماء في معهد سكريبس الأمريكي إلى هذه النتائج المبشرة؟ أولا فحصوا عينات الدم التي تم جمعها قبل وباء كورونا، ثم قارنوها مع عينات دم لأشخاص أصيبوا بالفيروس ليتمكنوا بعدها من تحديد أنواع الأجسام المضادة التي تتفاعل مع فيروسات كورونا المسببة لنزلات البرد، وأيضا تحديد نوع الفيروس المسبب لكورونا. ومن خلال اختبارات العلماء في معهد سكريبس الأمريكي تبين لهم أيضا أن الجسم المضاد استطاع تحييد فيروس كورونا، وهذا ساعدهم على اكتشاف الأجسام المضادة والمتفاعلة التي ينتج عنها على الأرجح خلية ذاكرة بي، وهي الذاكرة التي هاجمت في البداية لفيروس كورونا الذي يسبب نزلات البرد، حيث يتم استدعاء ذاكرة بي أثناء الإصابة بعدوى كورونا. وهنا نوضح أن خلايا الذاكرة تعد جزءاً أساسياً من جهاز المناعة، لأن هذه الخلايا تتذكر التهديدات الأولية لكورونا، وأيضاً بإمكانها أن تنتشر لعقود في مجرى الدم، حيث أوضح العلماء أنه يمكن استدعاء خلايا الذاكرة للعمل مرة أخرى إذا ظهر تهديد جديد لجهاز المناعة، وهذه الخلايا مسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة المستهدفة. اكتشاف خلايا الذاكرة بحسب معهد سكريبس الأمريكي يعد خطوة مهمة في التطوير النهائي للقاح لعموم الفيروسات التاجية التي قد تظهر في المستقبل. عودة لك إنشي. شكرا جزيلا لك على هذه الدراسة المبشرة توني، شكرا. إن شاء الله خير.
ينضم إلينا من لندن الدكتور عبد الكريم أقزيز، المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينجز كوليدج. أهلا بك يا دكتور عبد الكريم معنا في استوديو الحدث مجددا. إذا نبدأ من هذه الدراسة الجديدة والتي وصفت بالمبشرة، خلايا الذاكرة تتذكر التهديدات بالمرض وتنتج أجسام مضادة. ماذا يعني هذا الكلام بشكل مبسط، وكيف سيكون عامل في مواجهة كوفيد 19 أو فيروسات كورونا عموما؟ نعم، أسعد الله صباحكم وشكرا للاستضافة. يعني حتى منذ بداية هذه الجائحة كنا نحاول دراسة الاستجابة المناعية في الجسم، ونرجو أن يكون التعرض السابق لفيروسات من نفس العائلة قد يفيدنا في مواجهة هذا المرض، وهذا ما وصلت إليه الدراسة الحالية. الدراسة الحالية ركزت على فيروسات الرشح البسيط والتي تنتمي لنفس العائلة اللي هي عائلة كورونا، وآملين أنه إذا التعرض السابق لهذه الفيروسات قد يفيدنا في مواجهة مرض كوفيد 19. بشكل مختصر، جهازنا المناعي يتألف من عدة استجابات. الاستجابة الأولى هي المباشرة، لما منصاب بالكوفيد كل الخلايا تتوجه لمحاربة هذا الكائن الجديد وهو الفيروس. طيب إذا كان عندنا خلايا ذاكرة، وهي خلينا نقول الصف الثاني من جيش المناعي، هذه الخلايا الذاكرة إذا كانت متعرفة على شيء يشبه الفيروس من قبل فهي تكون أكثر فعالية في الاستجابة. فبالتالي هذه الدراسة أثبتت أنه في خلايا عندنا اسمها الخلايا الذاكرة، خلايا B، إذا كانت متعرضة لنوع أنواع معينة من فيروسات الرشح البسيطة اللي هي فيروسات ما بتسبب أمراض خطيرة، قد تكون أكثر كفاءة في مواجهة مرض كوفيد 19. ولهذا يعني كان كيف دكتور عبد الكريم، يعني معظم الناس تعرضوا للنزلات البرد والفيروسات المتعلقة بذلك، وصحح لي، وتعرضوا للكوفيد وكانت حالتهم خطيرة، يعني لو تشرح لنا هذه الجزئية. نعم، هلأ قدرة كل شخص على إنتاج خلايا ذاكرة معينة تختلف من شخص إلى آخر. وبالتالي أنا قد أتعرض لنزلات برد ومن ثم تعرضت للكوفيد، فقد يكون لدي كمية أكبر من خلايا الذاكرة من جهة ومن الأجسام المضادة. إذا عندنا خلينا نقول الجهاز المناعي ثلاث صفوف، الجيش تبعه الخلايا الغير النوعية اللي بتهاجم فورا، ومن ثم خلايا الذاكرة، ومن ثم الأجسام المضادة. إذا أنا تعرض لنزلات برد كثيراً من قبل، فقد يكون جسمي، وهذا احتمال كبير وهذا ما أثبته الدراسة، طور هذول النوعين المختصين في الجهاز المناعي، خلايا الذاكرة والأجسام المضادة. وبالتالي في بعض البلدان قد يكون الشعب بأكمله لديه مناعة أو بروفايل مناعي أقوى من شعوب أخرى. لذلك كان السؤال أنه والله ليش مثلاً بالأماكن الفقيرة أو الأماكن المتضررة بالنزاعات صار في كوفيد 19 وما صار فيه الحمد لله وفيات هائلة. قد يكون هذه الدراسة تجيب على هذا التساؤل بشكل جزئي. طيب، وهذا أيضاً ينطبق على من أصيب، يعني اللي قالوا كوفيد قبل ذلك، حين يصاب مرة أخرى الخلايا الذاكرة تتذكر وتنتج هذه الأجسام المضادة؟ هذا ما أكدته الدراسة، أنه نعم، إذا أنا أصبت بالكوفيد المناعة سوف تكون عندي جيدة لمدة 5 أشهر، بالأجسام المضادة راح تكون مرتفعة. طيب حتى إذا بعد 5 أشهر زالت الأجسام المضادة، قد تبقى خلايا ذاكرة. هذا الصف الثاني اللي هو مهم جدا، هذه الخلايا الذاكرة قد تجعل إصابة القادمة بالكوفيد 19 أخف، وبالتالي هون منطمئن شوي، خاصة الأشخاص اللي هن تعرضوا للكوفيد من قبل وأيضا أخذوا لقاح، على الأقل لقاح واحد أو لقاحين. إنه في بعض الأشخاص بتواصلوا معنا. طب هذه الدراسة لقاح. دكتور عبد الكريم، وباختصار، كيف ستساهم في وجود علاج أو تطعيم جديد لكل الفيروسات التاجية كما تقول الدراسة؟ هذه الدراسة سوف تفيد إيجاد العلاجات الخاصة اللي نسميها الأجسام المضادة وحيدة النواة. من قبل نحن بدأنا بهذه العلاجات، الآن هناك دليل أن هذه العلاجات سوف تكون فعالة. يعني نحن نقدم للجسم، إذا هالأجسام المضادة ما موجودة عنده ولكن عنده شوية خلايا ذاكرة، منقدم له إياها جاهزة بشكل علاج وليس لقاح، فممكن تساهم بتخفيف حدة المرض. الأمر الثاني بالنسبة للقاحات، صار الآن عندنا دليل أكبر أنه نحن الأجسام المضادة حتى لو انخفضت فعالية اللقاح قد لا تنخفض، لأنه في عندنا خلايا ذاكرة موجودة. وبالتالي وخلايا الذاكرة تختلف من جهاز مناعي إلى آخر. شكرا. نعم. شكرا لك الدكتور عبد الكريم أقزيز، المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينجز كوليدج، شكرا جزيلا لك.
مع مطلع عام 2019 أقحم المليونير الأمريكي جيف بيزوس السعودية في قصة اختراق هاتفه والتي اعتمدتها بعض القنوات والصحف الأمريكية ولعامين. جيف بيزوس أقحم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مسلسل اختراق هاتفه ونشر صوره الخاصة مع عشيقته. وبعد عامين من القصة تغيرت الحقائق بكتاب تحدثت عنه بلومبرغ يكشف شخصية بيزوس ويؤكد أن قصة قرصنة الهاتف مختلقة ومن أفكار بيزوس. هنا في قناة الحدث مشاهدينا تابعنا تفاصيل القصة المزعومة بقرصنة هاتف بيزوس منذ بدايتها إعلامياً وفي الشهور الأولى عام 2019 وأيضاً التصريحات الدبلوماسية السعودية. الزميلة ميس الحربي ستسرد لنا القصة وما الجديد فيها. صحيفة نيويورك بوست تسخر من صحيفة واشنطن بوست ومالكها جيف بيزوس الذي افتعل عام 2019 قصة الانتقام السياسي. كايل سميث صحفي ناقد ساوى ضخامة كذبة جيف بيزوس بثروته وانتقد بيزوس إقحام السعودية قبل عامين في فضيحته الغرامية واختراق هاتفه، وحجته حينها أن صحيفته أي الواشنطن بوست قست على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسعودية في مقالاتها وأخبارها. سميث الأمريكي تحدث عن البليونير الخائن لزوجته والمذيعة وشقيقها الطماع وخفايا العلاقة التي تفجرت عام 2019. نيويورك بوست رأت أن فضيحة بيزوس مرجعها طمع عائلي وصراع نفوذ داخلي. Lauren Sanchez. 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 I don't like the word cheater. Well, what are your words? I was not a saint. You were monogamously challenged. Yes. Oh, I like that much better. Like, I just want a man who can make me an honest man. كايل سميث كتب عن ربيع 2018 واصفا إياه بالمختلف لبيزوس حيث اجتاحه الحب وتمكن منه. وورطه مع المذيعة الأمريكية السابقة وزوجة باتريك وايتسل. سميث تحدث عن عطايا بيزوس المتعددة لهاوية الهليكوبتر ووصف عشق مالك واشنطن بوست بحب المراهقين. I'm gonna fly. المثل القائل إن الحب أعمى تجسد في بيزوس، والمشاعر الموثقة بالصور الجنسية تغلبت على صاحب أضخم الشركات التقنية وتحولت أداة ثروته إلى الفخ الذي أسقطه. لحظات امتنان لورين بغرام أغنى رجل في العالم كانت أعمق من العقل، فكل ما يردها من الحبيب بات بين يدي شقيقها المقرب منها والمفلس مادياً مايكل سانشيز والداعم فكرياً لدونالد ترامب. ترامب عدو بيزوس. Washington Post, I have to tell you, I have respect for Jeff Bezos, but he bought the Washington Post to have political influence, and I got to tell you, we have a different country than we used to have. We have a different. He owns Amazon. He wants political influence so that Amazon will benefit from it. That's not right. And believe me, if I become president, oh, do they have problems? They're going to have such problems. وهنا تغلبت العاطفة على دهاء المليونير.
ماضي بيزوس العاشق مليء بالإثارة. موظفو صحيفته الواشنطن بوست جندوا للبحث عن فضائح للرئيس الأمريكي السابق، ما استفز أحباء ترامب أي شركة AMI المالكة لناشونال إنكوايرر. الأخيرة وضعت بيزوس على رأس أولوياتها وبدأت المعركة، فلا شيء مستحيل في عالم الصحافة. مالك ناشونال إنكوايرر استغلوا نقطة ضعف الشقيق مايكل المحب للمال وحولوا جعبته المليئة بصور ورسائل العاشقين الإباحية إلى المادة التي فجرت القصة. صراع شبكات الإعلام جاء لصالح ناشونال إنكوايرر المعنية بالمشاهير وفضائحهم التي استعجلت إصدارها الأسبوعي وأسدلت الستارة على حربها ضد بيزوس بإسقاطه أخلاقياً. أشهر ومالك الواشنطن بوست يحاول تدويل قصة عشقه حتى كشف خصومه عن المصدر. اللاعب الرئيسي في المؤامرة على بيزوس ليس إلا شقيق لورين. Well, I think absurd is exactly the right word. The idea that the Crown Prince would hack Jeff Bezos's phone is absolutely silly. وكما يقال لا بد أن تظهر الحقائق يوما. Where does that come from? I have no idea. This story was out a year, almost a year ago. It was debunked, but then we rejected it completely. It was based on false allegations and unproven allegations, and people are trying to sensationalize something that is pure fiction. Did the Saudi government have anything to do with these leaks to AMI? Absolutely not. This sounds to me like a soap opera. I've been watching it on television and reading about it in the paper. This is something between the two parties. We have nothing to do with it. مايو 2021 تحدثت بلومبرغ عن بطلان مؤامرة بيزوس واختلاقه القرصنة بركوبه موجة استهداف السعودية والتلاعب بوسائل الإعلام وصرفها عن خيانته وفضيحته. Extraordinary claim that Amazon CEO Jeff Bezos' phone was hacked by Saudi Arabia. The Guardian reports an investigation ordered by Bezos, reportedly belonging to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, that was then used to infiltrate Bezos's personal phone. The girlfriend of Amazon founder Jeff Bezos is reportedly linked to published text messages. انحراف إعلامي لعامين صنعه إعلاميون وحقوقيون في الإعلام الغربي بشكل ممنهج. فكيف سيقنع هؤلاء العالم مجدداً بمصداقيتهم ومبادئهم وقيمهم؟ كما شاهدنا في هذه التغريدة لعادل الجبير اتضحت الحقائق، وشاهدنا هذه الحقائق والجديد في قصة جيف بيزوس في هذا التقرير لميس الحربي. وبهذا نصل إلى ختام استوديو الحدث. شكرا لكم وإلى اللقاء.